جه بعد كده الدكتور يعرفنا الستيت سبيس عشان ما نحفظش ستيت يعني حالة، فمن الاخر هو بيفهمني دنيتي عاملة ازاي. فبيقول لنا ان الانيشال ستيت والاكشنز والترانزيشن موديل بقدر اعرفهم من خلال الستيت سبيس، او هما اللي بيوضحوا لي الحالة اللي فيها الاكشن او الايجنت او الموقف، او من الاخر باللغة العامية الدنيا ماشية ازاي. فبيقول لك ان هو بيبدا بالانيشال ستيت عشان ابدا اعمل سيكونس اوف اكشنز بتاعتي. بعد كده بيقول ان كل ده بيتعمل في شكل دايركتد جراف. طيب دايركتد جراف يبقى انا كده متكون من نودز وفي بينها لينكس اللي هي الاكشنز بتاعتي، والنودز دي هتكون فيها الستيتس بتاعتي سواء كانت ايه او ايه مش مهم، مش ده اللي هيفرق معانا. بعد كده بيقول لنا طيب لو هنيجي نحل على الاكزامبل بتاع اللي كان في الفيديو اللي قبل ده اللي هو بتاع رومانيا وعايز اروح مش عارف فين واجي منين، هيبتدي يوضح لنا. اولا دي هتكون راوت فايندنج بروبلم. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي البروبلم او الحاجه اللي انا عايزه اعمل عليها اكشن، وهي ايه؟ ان انا عايزه اروح المطار الفلاني او البلده الفلانيه او المكان الفلاني. هنا هو بيعرفنا بيقول لنا ان البروبلم دي هي real world problem، يعني هي حاجة بتحصل في حياتنا الواقعية وانا عايزة احولها عشان الايجنت يقدر يفهمها. هحولها لايه؟ اول حاجة هو بيقول لنا ان البروبلم دي انا بعمل بيها بعرفها من خلال اللوكيشنز بتاعتي وان انا بروح فين وباجي منين، يعني من الاخر وبالبلدي كده. ثواني، هو هيكون بيقول لي ان انا عندي انا في المكان دوت وعايزه اوصل للمكان ده، هوصل له بطريق مباشر ولا عن طريق اني اتنطط بين كذا بلد؟ هو ده اللي هقدر اعرفه. وهعرف ايه كمان من الستيت سبيس بتاعتي، سوري، هعرف اذا كنت مثلا من هنا لهنا ده هيكلفني قد ايه وقت مجهود بادجت ايا كان، هنا وكذلك من هنا لهنا وكذلك من هنا لهنا، وانهي اقصر طريق وانهي احسن طريق، ولو عملت كذا هكون عديت على كام حاجه ولا مش هعدي على حاجه. كل التفاصيل دي هتبقى بالنسبه لكم قريبه لان احنا خدنا حاجه زي كده قبل كده في ال HCI او في الالجوريزم، مش عارفه بصراحه دفعتكم هيكون مين فيها. ما علينا. طيب الليله دي كلها هتكون بتتلخص في ايه؟ هنا الدكتور وضح لك ان في الستيت هوضح اللوكيشنز بتاعتي، والانيشال ستيت اللي هو انا هكون فين او هبدا منين، الاكشنز هي اني هاخد طياره واسافر من كذا لكذا في مثلا المكان كذا، السيت بتاعي مكانه مثلا كذا، اللي هي لو تفتكروا نفس الخطوات بتاعت انا عايزه اضرب حد فانا رايحه بايدي هضربه وبعدين ارفع ايدي واضرب، وكل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه لحد كده. بس لازم تقروا يا جماعة دي كويس جدا. هنا كل ده مفيش مشاكل. هنا بيقول طيب لو انا جاتلي اي بروبلم هستخدمها ازاي؟ اللي انا نسيت اقوله لكم، انا اسفه في دي، ان كل الطريقه دي اللي هي بتاعت السيرش بروبلم ان انا اروح فين واعمل 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 واني اجيب الاوبتيمال سوليوشن هيكون اسمها دايجكسترا شورتست باس الجوريزم. طيب لو جه وعايز اطبق الدايجسترا شورتست باس الجوريزم ده هعمل ايه؟ هنا الدكتور جاب لنا الشكل ده. طيب ايه الجدول ده؟ هنشرح بالتفصيل. دلوقتي انا في فيرتكس ايه؟ في حاجه بالنسبه لي قبليه؟ لا، يبقى البريفيوس فيرتكس بتاعتي زيرو، فانا اوريدي مش رايحه في حته لان انا لسه ما عنديش غير الاي بس اللي هي هتكون في الحاله دي initial space. ليه الكلام ده؟ عشان هو قال finding the shortest path from vertex A، يعني الـ A هي الـ initial state، هي البداية بتاعتي، هي حالتي دلوقتي to every other vertex. لو أنا هروح لنفسها يبقى مش هاخد أي path، في path قبلي؟ لا. ندخل على vertex B. أنا دلوقتي في vertex A وعايزة أروح لـ vertex B. ثواني بس نجيب ده عشان الناس تبقى شايفة. أنا دلوقتي في vertex A وعايزة أروح لـ vertex B، هعمل إيه؟ عندي كذا طريقة. أول طريقة فيهم إني أمشي من A ل B على طول، ودي هيكون الكوست بتاعي 6، وأنا قلت عايزة أستخدم shortest باص. طيب إيه الباص التاني بتاعي؟ إن أنا أمشي من A ل D ومن D ل B. لما هاجي أجمع هقول 1 + 2 هيكونوا 3،
فأنا كده بقى عندي 6 وعندي 3. طيب في طريق تاني؟ اه في طريق تاني، ان انا اعمل A و D وبعدين D و E وبعدين A و B. هاجي اجمع هقول 1 + 1 + 2 هيديني التوتل 4. يبقى مين اقل توتل بالنسبة لي؟ هو 3، اللي هو كان A وبعديها دي وبعديها بي. يبقى انا حطيت هنا، يبقى انا دلوقتي كنت رايحه للفيرتكس بي اهو، من A لبي، وبعدين هعمل ايه؟ الشورتست عندي كان 3 اهو، اللي هو كان A دي بي. طيب في الحاله دي يبقى البريفيوس فيرتكس بتاعتي كانت ايه؟ البريفيوس فيرتكس اللي هي الفيرتكس اللي قبل المكان اللي انا وصلت له. في الحاله دي كان المكان اللي انا وصلت له او الجول بتاعي اللي هو كان البي، مين اللي كان قبليه؟ كانت الدي اهي. وبالتالي يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت كل اللي انا بتكلم فيه بالنسبة للبوينت ايه وانا رايحة لبي. طيب لو انا في البوينت ايه وعايزة اروح لسي، هعمل ايه؟ عندي حل من اتنين، يا اما هاخد ايه وبعدين بي وبعدين سي اللي هو الطريق دوت، وهنا هيكون الجمع 6 و5 = 11، يا اما هعمل حاجة تانية، يا اما هاخد A بعدين B وبعدين E وبعدين C. يبقى انا هاخد A 6 + 2 + 5، طبعا ده هيكون 12 ومش نافع. يا اما هعمل حل تاني خالص، ان انا هاخد A وبعدين اروح ل D وبعدين همشي من D اروح ل E وبعدين اروح ل C. لو هاجي اجمع يبقى 5 + 1 + 1 يبقى 7، ده هيكون أقل ناتج لأن عندي 7 و7 و11 أو حاجات أكتر من كده بكتير. فهيبقى عندي إن أنا وصلت من الـ A. إيه ده، مش أنتي قلتي من هنا لهنا؟ يا جماعة ما أنا هقول تاني، إحنا بنمشي من vertex A لأن A دي هي عندي مين؟ هي عندي الـ initial بدايتي أهو، والجول اللي هي الفيرتكس every vertex هنا في المسألة دي. يبقى مشينا من A ل C واخدنا ال 7. طيب لو من A ل C، مين النقطة اللي قبل ال destination او الجول بتاعتي كانت ايه؟ كانت ال E، وهكذا الباقي. ده باختصار كل ده. جه بعد كده الدكتور عمل ايه؟ قعد يشرح كل اللي انا قعدت اتكلم فيه دلوقتي اهو، فما تقلقوش فيها. وبعدين شرح الفيرتسيز زي ما احنا اهو. هنا بقى ثواني اشيل بس اللخبطه. هنا بقى الدكتور عمل ايه؟ هنا الدكتور عمل حاجه تانية، مش مجرد ان هو كتب الشورتست باث والمسافه وي وي وي، بالعكس هو هنا وضح لنا عشان الناس لما تفتكر انا لما جيت شرحت هروح من فين لفين، قلت في حاجات هعدي عليها ولا لا، في حاجات هطنشها ولا لا، وهكذا. فهنا قسم حاجتين عشان يتاكد ان الاجابه صح، عمل جزء visited وعمل جزء unvisited. يعني ايه؟ يعني انا لما مشيت هنا من ايه مثلا، احنا قلنا لو انا عايز اروح ل بي، انا مشيت في اول مرة، ثواني اجيبها، من A ل B عملت كام؟ عملت معايا 6، انا ماشية من ال A لل B. طيب لو انا همشي من A ل D ادي 1 ومن دي لبي 3، فاكرين اللي احنا قلناه ده؟ طيب في كل مرة الفيزيتنج واللي مش فيزيتنج بيتغير، لان انا خلاص زرت دي مرة، زرت دي التانية، زرت دي التالتة. هنا انا عملت فيزيت للاي صح؟ لو انا كنت وصلت للبي على طول، او سوري لو انا وصلت للسي على طول مثلا، او the time around is vertex D. اوكي لو انا همشي من الاي للدي، انا دلوقتي الاي فيزيتد ماشي ورايحة للدي اللي هي الجول، في حد تاني عديت عليه؟ لأ، لا عديت على البي ولا الاي ولا السي ولا ايه ولا الدي، لاني خلاص هي جول انا ما عديتش عليها ورحت لحد تاني. فبالتالي كان عندي الفيزيتد كذا والنون فيزيتد كذا. فهتبتدوا ان انتوا تعملوا نفس الموال ده لحد ما تتغير وتعمل. الدكتور بقى بيشرحها بالتفصيل الممل، انا شرحتها بسرعه بسرعه في مره واحده عشان نخلص، لكن هنا الدكتور بس بيفهمكم الدنيا هتمشي ازاي وعامله ايه. هنا هو بيشرح كل اللي احنا قلناه ده بالتفصيل وبالكلام بالانجلش عشان لو حد تاه مني برضه.
طيب ليه هو بيشرح الكلام ده؟ عشان ده الالجوريزم اللي هيعمل بيه الكود عشان يبرمجه لمين؟ للايجنت، لان المفروض كل اللي احنا حسبناه بدماغنا ده الايجنت بيحسبها بكل الطرق اللي بالراحة اللي الدكتور مفصصها لكم بمعنى اصح دي. وده الكود، انا جالي انه الدكتور قال الكود مش جاي في الامتحان، فدي حاجة كويسة، معنى كده ان انتوا هتطنشوا السلايد دي.